عش حياتك بمفهوم النجاح الذي تحدده أنت. لا تقيد نجاحك بمعايير الآخرين، بل سعى إلى تحقيق أهدافك الشخصية. عش حياتك من خلال التطور المستمر. اطلب من نفسك التحسين المستمر واكتساب المهارات الجديدة التي تساعدك في التقدم في حياتك الشخصية والمهنية. لا تنسى أهمية الاستمتاع باللحظة الحالية. تذكر أن الحياة تحمل الكثير من الجمال، وقم بالاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة وتقدير اللحظات السعيدة. عندما تعيش حياتك بناء على قيمك وأهدافك الشخصية، ستجد نفسك أكثر رضا عن الحاضر وأكثر استعدادا لتحقيق المستقبل الذي تتطلع إليه.